السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الرسول بيننا. مشاهدينا الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مثابرا على الدعوة بعد هذا التثبيت من رب العالمين بهذه الرحلة المباركة، وكيف كان وقع هذه الرحلة على ربما حياته بعد رحلة الإسراء والمعراج في دعوته وبين صحابته الكرام. مشاهدينا الكرام، نرحب في هذه الحلقة وفي كل حلقة من برنامج رسول بيننا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام راغب، المفكر والداعية الإسلامي. دكتور هشام، تحية لكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوته للقبائل عندما ذهب إليهم واصطحب أبا بكر رضي الله عنه معه. كيف كانت هذه الأجواء وكيف كان إصرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كما مر معنا في اللقاء السابق أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بجملتها لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحق تبارك وتعالى: لنريه من آياتنا. فهذه الآيات التي رآها في الملأ الأعلى زادت من عزيمته وزادت من تثبيته في هذه المرحلة الدقيقة التي ضيق فيها على الدعوة بشكل كبير. ولذلك حتى بعد انتهاء هذه الرحلة وتكذيب قريش الشديد، بل زاد تكذيبهم يعني له وجرأتهم عليه بعد ذلك، فكانت الدعوة بعد ذلك تكاد يعني تكون قد انحصرت في دعوة بعض الغرباء الذين يزورون مكة، وأسلم بعضهم كسويد بن الصامت، طفيل بن عمرو الدوسي، كل كانوا أغراب يأتون، فكان في فرصة لدعوة. أما أهل مكة الأمر تجمد يعني في دعوتهم، اللهم إلا في الأسواق العامة وفي مواسم الحج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة لا يترك بابا يمكن أن يعني يدخله للدعوة إلا ودخله، ولا يبالي بكل هذا التضييق. ولذلك روي أنه في العام الحادي عشر للبعثة في موسم الحج زار 40 قبيلة في موسم الحج، لم تستجب أي قبيلة منهم. في بعض القبائل يعني قبيلة الحوار وتأخذ وتدي، قبيلة منهم كانت قريبة جدا من الاستجابة، بتوع بني شيبان. كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا كان دايما يكون معه أبو بكر. لماذا؟ أبو بكر دليل، كان رجلا نسابا، عارف الناس. وهذا إلى يومنا هذا مهم جدا في الدعوة، مهم جدا إن احنا نعرف أحوال من نكلمه، مزاجه، طبيعته، ثقافته. وإلا ممكن نخبط، ممكن نقول كلام غير مناسب، لا نعرف يعني ما في طريقة الدعوة نفسها، يعني في طريقة الدعوة ضروري. فكان لذلك يعني يمشي معه أبو بكر أنه عارف الناس، فيقول له لا دول مثلا فيهم كذا، وسادتهم المؤثرين عندهم فلان وفلان وفلان، وده ابن فلان وشغلهم في كذا إلى آخره. هذا التعريف مهم جدا في الدعوة. فبنو شيبان في الحقيقة استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم بعض آيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا بيت الآيات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فلما قرأ عليه والآيات واضحة يعني معانيها بسيطة لا يختلف عليها يعني عاقلا أبدا. فلما استمعوا فواحد كانوا ثلاثة من السادة فواحد فيهم على طول قال أنا أقبل هذا الكلام حق وعدل ما يتردش قال لكن طبعا أنا يعني لست وحدي. طب الثاني ده يبدو هو اللي كان مثلا الايه يعني المتدين اللي فيهم بديانة الجاهلية يعني متمسك وكانت القبائل كده في سادتها يبقى واحد يعني بتاع الدين شوية وواحد مثلا في السن وواحد بتاع القتال والحرب طبيعة المجتمعات. المهم الثاني قال له يعني برضو الكلام يعني لكن دين الإنسان يعني لا يقر في جلسة مش معقول في جلسة يعني نغر ديننا يعني ده عايز نتشاور نرجع من الحج ولكن نسمع كمان فلان تاني كان اسمه المثنى بن حارثة. قال المثنى ده رجل الحرب فينا ده الايه الجنرال بتاعنا القتال. فايه رأيك؟ فهذا الرجل كان عجيب كان واضحا فقال له نحن يعني نعيش على أطراف العراق على حدود العراق في ظهرنا الفرس وأمامنا العرب أما العرب فنحن أهل حرب نؤويك ونحميك إحنا نقبل الكلام اللي أنت بتدعو إليه ده وإحنا مستعدين لو حتى يعني نابذتنا العرب أن نتصدى لهم أما الفرس فلا لا نطيق هذا فعايز تيجي عندنا على هذا الشرط لو الفرس لا ما نجدع بيك أما العرب فنحن يعني نستطيع أن احنا نكفيك يعني هذا الأمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمس الحاجة لنصرة بل كان من شأنه عليه الصلاة والسلام لما كان يطوف بعد الإسراء والمعراج كان يقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. يعني يؤويني صلى الله عليه وسلم وخاف عن نفسه؟ لا. وخلي بالك حتى في الوقت ده وحتى مع يعني في غياب أبي طالب ما زالت يعني بنو هاشم يعني كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم كشخص لأنه منهم لكن حماية الدعوة الآن ما لم تعد موجودة. ولذلك كان يتجول ليلا في منى وعلى الحجاج وخلسة مع في الأسواق لأنه صارت قريش لا يستطيع أن يفعل ذلك نهارا صارت أجرأ عليه قريش فكان في أشد الحاجة إلى هذه النصرة ومع ذلك رفضها صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا طبعا شكرهم وأثنى عليهم قال أفصحتم وصدقتم. لأنه الإنسان الواضح يريح عارف ودي ميزة في العرب في الحقيقة كانت حتى في الجاهلية لم تكن عندهم يعني اللي احنا بنقول عليه مثلا المداهنة والنفاق ويقول بقى كلام كده ولا مالكش دعوة وإحنا مش عارف ندهن الهوى وما فيش عندهم الكلام ده لا يعني هم كانوا عندهم هذا الوضوح واقعية وضوح واضح يريح يعني هو لو احنا مقتنعين بهذا الكلام لكن مش هنقدر على الفرس فرص ايه طبعا فرص بالنسبه للعرب حاجه ضخمه جدا ودول على الحدود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر لا يقبل الا ان يحاط به من كل جوانبه اللي ياخذ هذا الدين ياخذه بالكامل. وهذا ايضا من امانه يعني بلاغه صلى الله عليه وسلم صحيح ان هم يعني تقدموا خطوه لكن ولذلك في هذا الموسم تحديدا وفي اخر ايام منى كما روي انه يعني تجول على 40 قبيله وفي الاخر لقى يعني خيام وبعض الشباب طالعين منها فناداهم كانوا خلاص مشي انتم منين؟ قالوا احنا من الخزرج
يعني من يثرب. فقال حلفاء يهود، يعني موالي حلفاء يهود، قالوا أنا كانوا حلفاء مع اليهود. قال طب تجلسوا يعني نسمعكم، قالوا نجلس. فأسلموا في ساعتها شباب. ثم صاروا بعد ذلك يعني فاتحة الخير لنصرة هذا الدين. ومع ذلك مع هذا الاحتياج الشديد، لما في السنة التالية لما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسؤولية قبلوها، لكن عرفوا أن اللي هيدخل في الدين ده مش هياخد بعضه أو شوية وشوية، لا مش هينفع كده، فقبلوه. فالشاهد أنه بعد رحلة الإسراء والمعراج وبعد كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رجع للشغل ورجع لي يعني للاجتهاد وللبذل وللعطاء ولأنه يكذب ويطارد ويهدد صلى الله عليه وسلم. وهو لا يعرف من ناحية الغيب إلا ثقة في وعد الله تبارك وتعالى، أن ربنا تبارك وتعالى سيتم هذا الأمر وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. هو واثق في هذا، إن كيف سيحدث ومتى وفين طائف المدينة، كل هذا لم يكن يعلمه صلى الله عليه وسلم، وعليه البذل عليه البلاغ وعليه هذا العطاء. يعني رحلة الإسراء والمعراج حضرتك ذكرت أنه الغرض الأساسي منها هي عملية التثبيت، ولكن ليس إيمان أو دخول أناس ودخول يعني مشركين جدد في الإسلام وغير ذلك، التثبيت فقط. نعم، هذا له صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه هذا الدين لا يعتمد على المعجزات الحسية، إنما يعتمد على هذا المنهج الذي به صلاح الناس. لأن الأحوال بعد ذلك يتكدر منها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أحوال التكذيب بعد عودته أيضا. بل يعني في روايات وإن كانت ضعيفة أنه حتى ربما في واحد أو اثنين من المسلمين ارتد أو كاد أن يرتد من كثرة تأثم شعوب بادي يعني. ولذلك هذه الفئة المباركة من الرعيل الأول، من الجيل الأول الذين يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الموجود منهم في مكة الآن أعداد قليلة، 10، بعضهم قالوا 40-50، خلاف هؤلاء الذين كانوا في الحبشة في ذلك الوقت. هؤلاء الذين عانوا معاناة شديدة، صار بعد ذلك كل واحد منهم يعني جبل من الجبال أينما ذهب، سواء أولا للمدينة المنورة أو من بقي منهم راح الشام، راح العراق، راح مصر، راح ما وراء النهرين، كل دول صار كل واحد منهم ليه بهذا الصبر الطويل وبهذه التربية الصعبة التي يعني. ولذلك في الخبر المعروف المشهور لما جاء أبو جهل مهرولا إلى أبي بكر يقول له بقى شوف بقى أنت صاحبك، شوف صاحبك أنت بقى، شوف شوف بقى شوف عمل إيه بقى النهاردة، طار بيها يعني وفرحان جدا. فلما أخبر أبو بكر قال كلمته المشهورة، قال إن قالها فقد صدق. هذا الإيمان، فهذه التربية جعلتهم بهذا الثبات. فهذه الرحلة نعم كانت تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أداة لدعوة المشركين، بل دول زادوا في تكذيبهم وصدهم. نعم. لو عدنا إلى بعض ربما يعني فقرات هذه الرحلة، يعني بعض المحطات فيها، فضيلة الشيخ، رحلة الإسراء والمعراج، ما معنى قوله تعالى إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى عندها جنة المروة؟ نعم، يعني هذه الآيات في فواتح سورة النجم تتكلم عن غيبيات، طبعا دي كلها هذا من أمور الغيب التي نقف عند يعني ما ورد فيها سواء في القرآن أو في الحديث، ولا نستطيع أن احنا يعني نتجاوزه. فسدرة المنتهى يعني شجرة عظيمة الشأن فوق السماوات السبع، كيف هيئتها هذه يعني لا نعرف. حتى اللفظ اللي حضرتك يعني قرأته الآن إذ يغشى السدرة، ما قالش يغشى إيه،
الأقل ما يغشى يعني بهذا التفخيم، يعني كأن هذه الألفاظ لا يعني لا تسعها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت من يعني من الألوان ومن الحسن ما لا يوصف، يعني ما لا يستطيع أن يصفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفصح الناس وأبلغ الناس في البيان، قال لا ما أعرفش أوصفه، لا يستطيع من هذا البهاء ومن هذا الحسن. وكما مر معنا هذا كان منتهى ما يصل إليه الملائكة. بعد ذلك ما استطاع جبريل عليه السلام أنه يتخطى هذا. في رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، فكأن هذا نعم مجال آخر وعالم آخر. بل أكثر من هذا أن في التعبير القرآني لما وصف سدرة المنتهى قال: عندها جنة المأوى. وهذا عجيب، إزاي عندها؟ يعني دائما في لغة العرب يعني عند ديت دائما تنسب إلى ما هو أشهر. يعني نقول مثلا أنت ساكن فين؟ تقول والله أنا ساكن قريب من المول الفلاني، عند المول الفلاني. المول أشهر من بيتك، مش معقول العكس. واحد يقول لك فين المول؟ يقول جنب بيت فلان. مش معقول أنه المول جنب بيت فلان. ساكن فين؟ يقول لك مثلا الفندق الفلاني جنب الأهرام. ما نقولش الأهرام جنب الفندق، وهكذا، مش كده؟ يقول لك المكان ده جنب ميدان كذا، يعني ميدان ده لازم يكون كبير مشهور، فصار معلما تنسب إليه الإيه؟ الأماكن. وهذا يعني في اللغة واضح. فقال عندها جنة المأوى، مش هي اللي عند جنة المأوى. فإيه السدرة دي؟ إيه سدرة المنتهى ديت بهذا يعني؟ بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يعني يصف يعني ما وقع له، قال: ثم يعني صرت في مكان أسمع فيه صريف الأقلام. مقصود يسمع فيه صريف الكتابة في اللوح المحفوظ. طبعا معروف من الخبر أن اللوح المحفوظ كتب فيه في بداية الزمان، يعني في بداية الخلق. نعم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص انتهى الأمر. لكن كما قلنا قبل ذلك إن مسألة الزمان هذه مسألة نسبية، ولذلك نجد في القرآن مثلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم. إمتى ده كله؟ إمتى ده؟ ونادى ماضي. لا، لكن في الزمن عند الله زمن مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. العرف النسبي الذي نتعامل به هذا لا يسري على أحوال هذه الغيبيات. فكان في وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني أيضا فيه بلاغ لنا نحن المسلمين أن هذا هو قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف الذي تشرفنا به باتباع هذا الدين المبارك، أن هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كما قال الله: وما منا إلا له مقام معلوم. هذا مقامه صلى الله عليه وسلم، أنه يبلغ إلى هذه الدرجات من القرب، والتي لا يعني لا يستطيع أي إنسان أي نبي أي ملك أن يصل إليه. يصل إليها. فهذا يعطينا يعني هذه الدفعة من التشرف بهذا الدين المبارك، لا ننزوي به، لا نخجل منه، بل هذا مدعاة للشرف وللعزة، انتسابنا لهذا الدين المبارك. نعم. طيب فضلت الشيخ، كنت ذكرت في السماوات وأنه التقى بالأنبياء، وصلنا إلى سيدنا هارون وموسى،
ثم بعد ذلك في السماء السابعة رأى رجلا جالسا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، فسأل جبريل قال هذا إبراهيم عليه السلام. وكأنه في جلسته هو بنى البيت المعمور بتاع الدنيا مع إسماعيل، فكأنه يعني يكافأ يعني بهذا، بهذه المنزلة في السماء. ومحمد صلى الله عليه وسلم أشبه بنيه به عليه السلام كما ورد، فسلم عليه ورأى يعني حوله مثل يعني الأطفال الصغار، نسائم صغار يكونون من أهل الجنة. فلما سأل فأخبر إن هؤلاء هم يعني من مات دون الحلم من المسلمين، فيكونون يعني من أهل الجنة رأسا. فنعم رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، ثم بعد السماء السابعة كما ذكرنا أنه أخذه جبريل إلى حدود أن يعني إلى حدود لم يستطع جبريل أن يعني يدخل إليها. ثم لما كان في سدرة المنتهى نعم تكلم مع الله تبارك وتعالى كلاما مباشرا، كفاحا كلاما مباشرا، وكلف بأشياء بشكل مباشر دون واسطة من جبريل عليه السلام، دون واسطة. ففرضت الصلوات المكتوبات عليه، وأنزل عليه، أوحي إليه خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول إلى آخر السورة، من الله مباشرة، من الله مباشرة. وأعطي الثالثة، وهي إنه يعني عفي لأمته عن المقحمات، عن كبائر الذنوب إذا تابوا منها، وإن لم يتوبوا منها فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فأعطي هذه الثلاث، فرضت عليه. وأول ما فرضت الصلاة فرضت عليه في هذا المقام المخصوص بهذا الشكل المباشر، تعظيما لأمر الصلاة، أنه يعني كلف بها بشكل مباشر، كلف بها تكليفا مباشرا. فكانت في أول الأمر 50 صلاة، ولم يعني لم يرد في الحقيقة في أي أثر يعني ما الذي دار يعني من كلام، ولم يتكلم في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد هذا ولم ينقل هذا. ولا شك أن هذا الموقف العجيب فيه أيضا يعني ملامح شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كما ذكرت حضرتك في بداية الكلام وصفه الله تبارك وتعالى في هذا الموقف، قال ما زاغ البصر وما طغى. لأن الإنسان بطبعه إذا رأى شيء مبهر، ده مش مبهر بس بقى، ده هو نفسه عسى قال ما أقدرش أوصف. فأي أنا وإنت أي إنسان إذا رأى ما يبهر فعيني تزغلل، ده ما احنا منه مش كده، لا تلتفت أبدا، ويبقى يعني في غاية المنبهر. احنا في يعني انا في مصر مثلا يعني واحد مش عارف يقول يعني يعمل اصوات ويقول كلام مش كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غايه الادب، في غايه الوقار، ما ازاغ البصر وما طغى برؤيه الله سبحانه. نحن لا يعني لا نعلم، لانه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ارى نور، انا ارى، لان هذا ليس في طاقه يعني البشر في. ولذلك لما حكى لنا ربنا تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا الجبل إن استقر فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
وخر موسى صعقا، صعق، لم يستطع أن يرى هذا النور، هذا التجلي. ففين؟ فلما أفاق قال سبحانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يوصف بهذا الوصف من ال يعني هذا في جلال نبينا صلى الله عليه وسلم ووقاره وأدبه يعني في هذا المقام العالي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت الصلاة في بداية الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة. موسى عليه السلام قال لنبينا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق هذا. هذا الأمر يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما دلالة إشفاق سيدنا موسى عليه السلام بهذا الشكل ورد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة حتى صارت الصلاة من 50 إلى 5 صلوات؟ نعم، هذا ثابت في الصحيح أن موسى عليه السلام في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليهم في طريق عودته، فلما مر بموسى سأله يعني عملت إيه؟ فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة، فقال له لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل. أنا عندي خبرة، صاحب خبرة، والداعي لازم يكون صاحب خبرة، لأنه بدون الخبرة ممكن يعني تكلف الناس أكثر مما يطيقون ولا تعرف أحوالهم. فمعرفة أحوال الناس، قال وقد أنا عندي خبرة سابقة عنك. وكان في بالنسبة لليهود كان بنو إسرائيل فرضت عليهم صلاتان فقط، صلاة بالنهار وصلاة بالليل، ولم يطيقوا وتفلتوا، فقالوا 50 مش هيطيق. قال فإن أمتك لا تطيق هذا، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. وهذا أيضا من دراية موسى يعني عليه السلام بربه، أن دعاء ربنا تبارك وتعالى وسؤال التخفيف أمر وارد وأمر يعني جائز بالتأكيد. لكن ما حكمة يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض 50 في البداية؟ هو يعلم أمته ويعلم خلقه أكثر من موسى وأكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، لعلها لتحمده كثيرا على هذا التخفيف. وإلا لو كلفنا بهذا فعلينا الطاعة. إذا كلف الخالق المخلوقين بهذا وهم عبيده فعليهم الطاعة. فالإنسان لما يعرف إن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا كلفنا فلا بد أن هذا، وبنشوف ناس دلوقتي بيصلوا أكثر من 50 ركعة في اليوم، موجود ووجد آلاف مؤلفة من الناس يفعلون هذا عبر يعني القرون. أما لماذا يعني موسى عليه السلام اهتم بهذا الأمر مع أن هذه ليست أمته، ليست يعني أمة البلاغ بالنسبة له؟ لكن لا شك أن المسلمين كلهم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والأنبياء إخوة. ويبدو أن الأنبياء عليهم السلام يبدو يعني أنهم في العالم الآخر في الآخرة يعني يذهبون هناك أيضا بنفس هذه مشاعر الرحمة التي كانت معهم في الدنيا. وطبعا هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقف إلى جانب الصراط يقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، لأنه الآن غير مكلف صلى الله عليه وسلم، خلاص أدى الرسالة وبلغ الأمانة بالكامل وكل شيء. لكن هذه وحتى لما يؤخذ من أمته ناس يعني جهة الشمال فيخاف عليهم، يقول رب هؤلاء من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهو حريص يعني يبدو الأنبياء عندهم هذه مشاعر الرحمة بالخلق، فلذلك طلب موسى هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى الله تبارك وتعالى وسأله التخفيف.
فنزل منها 5 صلوات فرجع، فقال له لا برضه مش هيطيق، لن يطيق. معناها انه راح ورجع 10 مرات حتى وصلت الى 5 صلوات، الى 5 صلوات. فحتى لما قال له 5 قال له لا ارجع الى ربك واساله التخفيف. قال اني استحييت ان اراجع ربي. والعلماء هنا قالوا يعني ايه استحى؟ ما هو راجعه بالفعل 10 مرات يعني او 9 مرات مثلا او 9 فراجعه قبل ذلك. فقالوا يعني ليهم اظن الحافظ الفتح قال كلام لطيف جدا، قال كأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان بين امرين. صحيح انه سيدنا موسى عليه السلام قال له سبب يعني وجيه ان الامه لا تطيق هذا، لكن قالوا ايضا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بين شعورين او بين امرين، بين الانس بالله تبارك وتعالى وبين الاستحياء من ان يلح في الطلب مره بعد مره، فكانت تتجاذبه يعني القصتين دول. وهذا يعني يحدث لنا في الدنيا مع الفارق، يعني انت لو دخلت على من تعظمه وتوقره وكذا تبقى مش عايز تقوم، مش عايز الوقت يخلص، وربما تتلكك لو في حاجه عشان ترجع تاني ويبقى قعدت 2 دقيقة زيادة معاه، او يعني مثلا مع الفارق، مثال مع الفارق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك كان يأنس في الحضرة الإلهية لا شك، وفي نفس الوقت يعني أدبه يمنعه أن يعني يلح ويعاود يعني الطلب، يعني فكان بين هذه وهذه حتى غلب عليه هذا الحياء. وهذا ما قيل أيضا بالمناسبة في شأن موسى عليه السلام لما سأله الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها. هو بيشرح إيه يعني؟ بيشرح إيه ربنا؟ وبعمل بها كذا، قال هذا من الأنس، عايز الكلام يطول. وبعدين انتابه نفس الحياء فقال وليها فيها وحاجات تانية بقت يعني كتيرة وكده. فقالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بين هذه وهذه، فغلبه في آخر الأمر الحياء وقال إني استحييت أن أراجع ربي يعني أكثر من صلى الله ذلك صلى الله عليه وسلم. فالشيخ لو نختم بملمح لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة وأهل النار، كيف يعني نأخذ العبرة من هذه المشاهد؟ نعم، مشاهد المعراج كثيرة جدا في هذا، لكن يعني ما نستفيده من جملتها أن كل مشاهد القيامة التي أخبرنا الله تبارك وتعالى بها في القرآن ستقع وستحدث وسترى يعني عيانا. وإن هذه الوعود وهذه الموعودات ليست يعني للترغيب والترهيب فقط، إنما هذه للبلاغ. يعني نحن هذه من رحمة ربنا، يعني من رحمته أنه بلغنا بهذا فنبقى على بينة من أمرنا. هذه من رحمة الله إن النبي عليه السلام رأى هذا بعينه وبلغنا يعني به أن الزنا سيحدث فيهم هذا، وأن آكل الربا لن يشبع أبدا، وكأنه يلتقم حجرا طول الوقت ويسبح في يعني في دماء، والتنين لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم. هذه المشاهد حقيقية ستقع، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وستقع حقيقة. وكل مشاهد القيامة في القرآن التي ذكرت هذه رسالة لنا أن هذا سيقع، فحضر نفسك من الآن وانتبه من الآن. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما. هذه من الآلاء، هذه من الآيات، إنك تعرف هذا الآن، إن أي واحد مشرك مكذب كافر حتى النار هيدخلها متبهدل، مش هيدخلها محترم على رجليه.
يؤخذ، فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويقذف في النار. هذه المشاهد التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من آيات ربه الكبرى ستقع. جزاكم الله خيرا، أشكركم شكرا جزيلا فضلة الشيخ الدكتور محمد هشام راغب المفكر والداعية الإسلامي، كنت معنا طيلة هذه الحلقة من برنامج الرسول بيننا، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.